السلام عليكم اخوان، تبارك الله لكم. معكم ديال بروتوكول سمير. اليوم عندي واحد المشكل في الاودي اكات موديل 2003. عندي واحد المشكل في الاودي. المشكل هو انديماري الطوموبيل ديالي، انديماريها انفانديماريها سياندرابا كيخدم نيت اوتوماتيكمون، سياندرابا كيخدم نيت اوتوماتيكمون. هاد المشكل كاين بزاف الناس كيتيحوا فيه وما كيعرفوش هاد المشكل. اول حاجه باش كيبدا هاد المشكل اخوان نفهمكم، اول حاجه كيبدا من الكونتاك. هاد النوع ديال الكونتاك فيه المشاكل بزاف. هاد النوع ديال الكونتاك غير كتحيد ليه الحجره كيمشي له بروغراماسيون ديال السدان والحلان. هذا راه فيه المشكل، ما عرف طاح في الماء ولا شي حاجه، المهم حليت وقيت فيه الماء، خصنا نشونجيو له سميتو الساروت. ولكن هاد السيارة ما فيهاش مشكل الساروت، هادي كان فيها مشكل الساروت وزاد عليها مشكل اخر. هادي مشكل ديالها هو سيستيم سونتراليزي ما خدامش، اون فوا سيستيم سونتراليزي ما خدامش جاو حلوها بكونتاك، حلوها بكونتاك وقع لهم هاد المشكل. هاد المشكل دابا ها كنشعلو الكونتاك ما كاين حتى شي حاجه، نورمال ما كيشعل حتى شي حاجه، ولكن اون فوا ديماري كيبقى السيان ربعه خدام على برا. غادي ديكلونشي السيان ربعه، ها هو كنديرو السيان ديال اليسر كيخدم نورمال، نديرو ديال اليمين كيخدم نورمال. هنا السيان ربعه ما كيطفاش. هاد المشكل الاخوان المهم غادي نديرو دياغنوستيك الاخوان، نستعملو دياغنوستيك بي سي دي اس الفاك. ندخلو الموديل كونفور نيميرو 46، كود ديفو. الديفو اللي عندنا الاخوان، عندنا واحد سميتو هاد السيستيم ديال افورتيسور دو داليرت اش 12. هذا واحد سيستيم الارم، واحد البوق ديال الارم فيه مشكل في كورت سيركوي ماس الاماس. هذا واحد الكلي زعما ما واحد شي كلي فيه ما خدامش. بورت اريال غوش، بورت اريال غوش فيها شي حاجه، المهم ما عرفتش واش ما كتسدش ولا شي حاجه. هذا ماشي مشكل، عندنا مشكل ديال هذا، هاد اش على 12 هو المشكل. لوكاليزاسيون ديال اش 12 ها واحد الارم، بوق الارم لوكاليزاسيون ديالو هو اللي كيدير هذا المشكل، هذا البوق اللي كيدير هذا المشكل. هذا راه في واحد السيركوي الاماس، نوريكم البوزيسيون ديالو الاخوان باش مره اخرى الى طحتوا في هذا المشكل تعرفوا البوزيسيون ديالو. البوزيسيون ديالو الاخوان هو هذا، كيفاش كتشوفوا ليه هو هذا البوزيسيون ديالو. واحد الفيش كيجيب الفيش ديالو، الفيش كيجيب لاماس وسميتو الكورينت سميتو بليس بكونتاك وسينيال. المهم هذا هو سميتو. وهذا البف هذا البوق كيموت فيه واحد الباتري لداخل، هو اللي كيموت فيه بزاف. هذا خاصو يتشونزا باش يحيد داك المشكل ديال سميتو، يتحيد داك المشكل ديال الارم، هذاك السينيال ديال هو. المهم بالنسبه للسينيال هو هذا اللي كيدير المشكل. كاين واحد القضيه كنا كنديروها ولكن ما كتنجحش مع السيارات كاملين، لبعض السيارات اللي كتنجح معهم الطريقه وصافي، بحال كديزاكتيفي داك السيستيم الارم. ولكن هذه تستد في هذه القضيه وما بغاش تصدق ليا. بحال هنا في الكوداج كندخلوا الكوداج كيقول لك واحد السيستيم هنا الارم بغيتي ديزاكتيفيه ولا تزيدو، الا فيها غادي بغيتي تركبو كتزيدو، والا ما فيهاش كديزاكتيفيه. انا كنديزاكتيفيه ولكن كيبقى نفس المشكل، ما عرفتش علاش. علاش سيتو شي واحد السياره قبل هذه، واحد الاودي اطروا وكنبقى فيها مشكل، درت ليها غير ديزاكتيفيتو ما لقاش مولا هذاك الباف ديزاكتيفو وسميتو وخدم نورمال. هذا كان ديزاكتيفي هو لو كيبقى لي نفس المشكل، ما عرفتش علاش. دابا ديزاكتيفا نشوف دابا واش ديكلونشي.
لا والو نفس المشكل باقي لي المشكل. المهم دابا حاليا اخوان المشكل هو هذا اللي عندي انا، غادي نشونجي داك الباف ان شاء الله نقلب فيه لافيري. دابا اغلبيه كيكون محطوط كيموت فيه الحجره، كتموت فيه ديك الحجره. دابا انت وزهرك تقدر تركبه ويخدم ديريكتمون، غير تخليه شويه راكب واحد الظرف ديال 10 دقائق ولا 5 دقائق، اين فوا يتسرج فيه ديك الحجره كتشد صافي يتحيد لك المشكل. ولا سميتو كتجيبو جديد، كتجيبو جديد، والاحسن الا لقيتو جديد كتركبو جديد. المهم هو هذا الديفو ديالنا الاخوان اليوم، وتبارك الله عليكم. تحياتي مع ديال اوتوكون سمير، والسلام عليكم.